في الحلقة القادمة من إماراتي بامتياز، الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية. الشهادة هي مش الورق اللي نحصل عليه، ولكن الشهادة الحقيقية هي شهادة أنك ترد الجميل لهذا الوطن. جميع التخصصات التي تطرح سواء في أبوظبي بوليتكنيك أو في كلية فاطمة هي للتخصصات اللي نحن في أمس الحاجة لها في دولة الإمارات. من بدينا كلية فاطمة العلوم الصحية كان عندنا 10 مواطنات، اليوم وصلنا 500 مواطنة. اخترت هالتخصص بالذات لأني أنا أحس أن بلادي محتاجة وايد ممرضات، خاصة أنهم يكونوا مواطنين. كل ما قدرنا نسحب طلابنا على أعلى مستوى من التعلم، كل ما نحن قدرنا نوصل يعني إلى مصاف الدول المتقدمة. إماراتي بامتياز، السبت 7:30 مساء على قناة أبوظبي الإمارات.